السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأكارم قناة صوت إسطنبول. بهذا اليوم الأزهر الأغر المبارك في بداية شهر رجب نبارك الأمة الإسلامية بدخول هذه الأيام المباركة، شهر رجب وشهر شعبان لاستقبال رمضان. عسى الله أن يجعل هذا الشهر، شهر رمضان، شهر نصر وعز للأمة الإسلامية. طبعا الآن كلكم يعرف هذه الهجمة الشرسة من قبل الغرب في السويد وهولندا باتجاه القرآن الكريم، المصحف الشريف، وهذه الهجمة الشرسة التي تعكس مدى الاصطفاف الآن الذي يعني نحن فيه. حقيقة الآن في اصطفاف حقيقي بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل. لكن السؤال، لماذا تستهدف بلد معين؟ يعني خاصة هذه البلاد الإسلامية، نحن بلد مثلا على سبيل المثال تركيا. أنا لا أتكلم عن باب سياسي، أتكلم عن الآن حقيقة لماذا أربط يعني حرق المصحف الشريف بهذا البلد أمام مثلا السفارة في السويد أمام هذا البلد الإسلامي، وأيضا يعني الاستهداف في هذا الوقت حقيقة. يعني لا ننسى أن هذا البلد تركيا كان امتداد للخلافة العثمانية ل600 سنة، وخاصة كان يعني الخلافة العثمانية توجهها باتجاه أوروبا، الجهاد، الغزو، فهم يحقدون على المسلمين وهي تمثل المسلمين. يعني للأسف الشديد الآن لا يوجد في العالم الإسلامي كله صوت حقيقي. يعني يجب أن نكون نحن حقيقة العرب هم من ينادي بهذا الصوت. لا يوجد في العالم الإسلامي صوت دافع عن المسلمين، والدليل يعني لا أنا ولا غيري. لماذا يعني أمام الآن السويد مثلا، أمام السفارة، هذه السفارة وما علاقته بالمصحف؟ لاحظوا إذن الفكرة التي تسيطر على أوروبا والغرب. إذن هذا هو الحق ما شهدت به الأعداء. وأنا أترككم الآن عن السياسة والخلاف، لكن عملية ربط حرق المصحف الشريف أمام هذه السفارة في هذا البلد يجب أن يعني تعكس عندنا إشارة استفهام، لماذا؟ إذن نحن كمسلمين حقيقة يجب أن نكون نحن العرب أول من يدافع، أول من يدافع. نزل القرآن والإسلام فينا، فيجب أن نحاول أحبتي الأكارم أن نستعيد أمجادنا وتاريخنا، وأن نفهم التاريخ وأن نفهم الحاضر، وأن نصحو صحوة إسلامية حقيقية مبنية على الحق والصدق والسلام وفهم هذا الدين الجميل. أحبائنا الأكارم، شكرا جزيلا لكم من قناة صوت إسطنبول.